المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد وشهد بها وشهدت ملائكته، لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. ثم توعد من كفر بهم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدهم الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال، قد ضلوا ضلالا بعيدا. وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان. ولهذا قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا وظلموا، وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم، فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا، وما ربك بظلام للعبيد. وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا يبالي الله بهم ولا يعبأ، لأنهم لا يصلحون للخير ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به والمضرة من عدم الإيمان به. فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق، أي فمجيئه نفسه حق وما جاء به من الشرع حق. فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يترددون، والرسالة قد انقطعت عنهم، غير لائق بحكمة الله ورحمته. فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد. فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته، وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم، فإن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ما لا يعرفه إلا بالوحي والرسالة، وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر وصلة وحسن خلق، ومن النهي عن الشر والفساد والغي والظلم وسوء الخلق والكذب والعقوق مما يقطع به أنه من عند الله. وكلما ازداد به العبد بصيرة ازداد إيمانه ويقينه، فهذا السبب الداعي للإيمان. وأما الفائدة في الإيمان فأخبر أنه خير لكم، والخير ضد الشر، فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم، وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد، فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان، فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنة وما اشتملت عليه من النعيم، كل ذلك سبب عن الإيمان، كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه. وأما مضرة عدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان به، وأن العبد لا يضر إلا نفسه، والله تعالى غني عنه، لا تضره معصية العاصين. ولهذا قال: فإن لله ما في السماوات والأرض، أي الجميع خلقه وملكه
وتحت تدبيره وتصريفه، وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في خلقه وأمره، فهو العليم بمن يستحق الهداية والغواية، الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما.